هذا القناع بعد ما شدوها حطوا لمدة بين 10 دقائق إلى 3 ساعة هذه الورشة حول الاستعدادات لضربات الكيماوي في محافظة حماة لا سمح الله، والهدف منها هو رفع مستوى الوعي لدى المجالس المحلية وكيفية التعامل مع سيارات الإسعاف وأيضا الدفاع المدني وكيفية تنفيذ هذه الحالات وكيفية درء مخاطر الأسلحة الكيميائية الخطيرة. حضرنا هون في مديرية صحة حماة دورة للوقاية من الضربات الكيماوية. طبعا كانت الدورة مفيدة فيها معلومات وطرق الوقاية من الضربات الكيماوية والعلاج وأهم المخاطر اللي تسببها، جميع المخاطر اللي تسببها الضربات الكيماوية نحن بظل الظروف اللي كنا نتعرض لها. طبيب عقلي، دكتور حسن كان طبيب داخلي.